دعا نوح لمصر وأهلها عندما أنزل ابنه فيها، قال: اللهم بارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم عليها. اللهم آمين. هي عروس آل البيت، وتعلقت بها قلوب المصريين جميعاً على مدى القرون الماضية. الكثيرون ذهبوا إلى ضريحها وإلى مسجدها للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يسهل للفتيات الزواج، أو طلباً للحج والعمرة. هي السيدة عائشة النبوية ابنة الإمام جعفر رضي الله عنهم وأرضاهم في مصر أرض الصالحين. هي عائشة النبوية بنت جعفر الصادق صاحب المدرسة الفريدة في العبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والذي اشتهر منهجه الدعوي بالحلم والسلم والسلام. كان الإمام جعفر لابنته رضي الله عنها أستاذا وقدوة في مختلف أمور الحياة، فأخذت عنه العلم لتصبح من أفقه وأزهد نساء زمانها، وتعلمت منه الاهتمام بالسياسة لتوحيد الأمة. ولدت السيدة عائشة في هذا البيت الذي يستمد نقاءه وطهارته من عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعود نسبه للإمام الحسين. نهلت السيدة عائشة من نهر العلوم الفقهية والإنسانية والإسلامية لتكون بعلمها وعبادتها وزهدها محور اهتمام الناس أجمعين. برحب بحضراتكم. اليوم سنتحدث مع فضيلة الدكتور حول التقية الورعة عروس آل البيت السيدة عائشة النبوية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بفضيلة. أهلا بكم. بداية، يعني من هي السيدة عائشة النبوية؟ لأن العامة ربما يختلط عليهم الأمر لما بنمر عند ميدان السيدة عائشة زي ما بنسميه، يعني بعض الناس بتعتقد أو كانت بتظن أن ده مقام للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأرجو من حضرتك توضيح هذا اللبس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السيدة عائشة التي اشتهرت لنسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النسبة التي هي شائعة في مصر وهي من صناعة المصريين، عائشة النبوية، مثل ما قالوا فاطمة النبوية إلى آخره. فعائشة النبوية هي بنت سيدنا جعفر الصادق، وسيدنا جعفر الصادق هو ابن محمد الباقر. محمد الباقر هو ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين. إذن فجدها هو الحسين، يعني هي حسينية. تعجب الناس أن أسماها أبوها بعائشة، ولكن الحقيقة المتتبع لحال الصحابة
تجدهم أنهم أكرموا آل البيت وعظموهم بفهمهم العميق بأن حب أهل البيت من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أهل البيت عظموا الصحابة أيضا وسموا عمر وأبو بكر وكذا إلى آخره. فهذا رد على المتعصبين المتطرفين الذين خلطوا بين الأوراق السيدة عائشة، هذه دليل على ذلك أن عائشة عليها السلام التي هي زوج النبي أم المؤمنين أمنا رضي الله تعالى عنها، كانت بينها وبين سيدنا علي بعض الحزازات، وهذه الحزازات جاءت منذ حادثة الإفك، حيث رأى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي كان مهموما. سيدنا علي ملوش دعوة في الدنيا دي إلا بسيدنا، فعايز يسري عنه همه، فقال هذه الكلمة التي يعني أوجعت عائشة، قال دعها فإن النساء كثير، يعني طلقها أدم في لغط حصل بهذا الشأن. وسيدنا رسول الله لا ينظر إلى هذا لأنه متأكد من براءة زوجته ومن طهارة أهل بيته الكرام، ثبتت البراءة ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فبلغها كلام علي بن أبي طالب فزعلت منه، حتى إنه لما مات كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر وصلها خبر موت علي. طبعا سيبنا بقى في الحياة أنها خرجت بعد مقتل عثمان في واقعة الجمل وكذا النزاع طويل عريض، ولكن في النهاية لما بلغها موت علي يعني حزنت واستدلت بقول الشاعر: وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، يعني الخصومة خلصت. ده خصام الأكابر، خصام الأكابر خلاص كده، يبقى الخصومة خلصت وانتهت بحادثة موت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فسيدنا جعفر الصادق، جعفر الصادق ده من؟ ده حاجة كبيرة قوي، وكان قرينا لأبي حنيفة، وهو صاحب مذهب فقهي موجود إلى يومنا هذا، وهم جماعة الجعفرية. وهذه المذهب الفقهي نأخذ منه إلى الآن بعض ما نحتاج إليه، يعني كان مجتهدا مطلقا، وكان رجل سياسة، وكان زعيما لآل البيت، ولكنه بالرغم أنه كان رجل سياسة إلا أن تلك السياسة التي تعني رعاية شؤون الأمة في الداخل والخارج ولا تعني النزاع على الحكم. فأحبه الناس، بل أحبه كل الناس، وما زلنا إحنا كأهل السنة نقول سيدنا جعفر الصادق. طب إزاي بقى السيدة عائشة النبوية كونت شخصيتها في هذه الظروف وفي هذه الأجواء الفريدة، يعني الحالة اللي ما فيش منها في هذه الفترة؟ ملازمة لأبيها في البيت، بتستقبل رواد هذا الإمام الفقيه الأديب الشاعر التقي النقي صاحب طهارة النسب وعلو المحتد، السكرتيرة بتاعته في البيت، فشافت كل ده، وكانت تشارك في الجلسات السياسية والأدبية، وتربت على هذا مع أبيها. فأبوها كان لها كل شيء، وأخذت منه كل الصفات التي يعني يأخذها الإنسان من أبيه. السيدة عائشة من هي؟ هي بنت جعفر الصادق، إذن هي أخت إسحاق المؤتمن الذي تزوج السيدة نفيسة. نعم مظبوط. أخت إسحاق المؤتمن أمير المدينة. أخت إسحاق المؤتمن إذن فهي عمة أولاد السيدة نفيسة. عمته. 145 حصلت حدوتة
في مكة وفي المدينة، يعني ما بين مكة والمدينة، كان بطلها هو محمد ابن عبد الله النفس الزكية. محمد ابن عبد الله النفس الزكية الناس افتكرته انه المهدي، ما هو المهدي النبي قال فيه اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، وده باسم سيدنا محمد بن عبد الله، فده اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله كان كما قال المحدثون ثقة وعالم وراوي وعدة من يعني روى عن نافع، يعني مقامه بمقام الإمام مالك وكثير. طبعا الوقت لا يسمح للإفاضة في محمد بن عبد الله النفس الزكية. وأبوه هو عبد الله المحض ابن الحسن المثنى وابن السيدة فاطمة النبوية اللي مدفونة عندنا. الله، يبقى الست دي فاطمة النبوية بتاعتنا دي هي أم اليتامى. مظبوط. تبقى جدة محمد بن عبد الله النفس الزكية. النفس الزكية. فالنفس الزكية الناس لما اعتبروا ان هو المهدي وكذا الى اخره، عمل ده دوشة للمنصور، ده ابو جعفر المنصور العباسي، وخاف منه ودور عليه، وبعدين لغاية ما جم وعملوا مقتلة عظيمة في الحجاز، قتلت فيها هذه النفس الزكية محمد بن عبد الله. لأن أبو جعفر المنصور حج 144، فعبد الله وابنه محمد ما جوش يزوروه، ما جوش يزوروه في مكة. فإيه لأ؟ قال هم ناويين بقى إيه؟ قال لك هو في حاجة، يبقى الإشاعات اللي بتطلع عليهم صحيح. وراح موجه جيش وقتل مقتلة عظيمة، ومنهم محمد ابن عبد الله في تفاصيل كثيرة جدا. فده كان سبب بقى إن السيدة عائشة هربت. السيدة عائشة هربت إلى مصر بعد مقتلة فج، يسموه فج اللي هو معركة فج أو واقعة فج. دي فج ده وادي من وديان مكة. مظبوط. فلما حصلت تلك المقتلة وصلت السيدة عائشة إلى مصر. نعم. طيب هنا بقى تبدأ الرحلة ونبدأ علاقة الحب اللي غرست في أول يوم وطأت فيها قدم السيدة عائشة النبوية رضي الله عنها الأرض مصر. هنعرف إزاي كانت هذه العلاقة من فضيلتكم إذا تكرمت علينا، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله ابقوا معنا. في ميدان البسطاء ترقد السيدة عائشة رضي الله عنها. قبل دخولك لمسجدها ومقامها الطاهر تحاوطك الكثير من المشاهد، فأعمال التطوير للميدان والذي يعتبر من أعرق ميادين القاهرة في طريقها للانتهاء. فميدان السيدة عائشة الذي يجمع في طياته ما يقرب من 3 مساجد أثرية، السيدة عائشة والغوري والمسبح، يجسد حضارة 700 عام. هذا غير حديقة السيدة عائشة التي امتلأت بالأشجار والزهور النادرة لتزين ميدان السيدة لاستقبال أحبابها.
مرحب بحضراتكم مرة أخرى، وهذه السيرة العطرة للسيدة عائشة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. عرفنا قبل الفاصل من هي ونسبها الشريف إلى آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف تربت والظروف التي أدت بها إلى التوجه لمصر والمجيء إلى مصر طلبا للأمن والأمان وربما أيضا المحبة. وهنا أعود مرة أخرى أحيف الدكتور فكرة المحبة التي وجدتها السيدة عائشة النبوية في مصر، كيف تراها في الدكتور؟ المصريون منذ الفتح الإسلامي ومنذ دخول الناس في الإسلام أيام عمرو بن العاص أحبوا أهل البيت، حاجة من عند ربنا. يعني الحب إذا سألت لماذا فأجبناك يبقى مش حب. الحب حاجة ميل لقلبي يخلقه الله في القلب لله، في لله كده، لله في لله، واخد بالك، من غير السبب، لأنه لو كان لسبب يبقى إذن معجب، يبقى إذن هو في مصلحة، سيزول السبب ويزول الحب. نعم. أما الحب الذي ليس له سبب كده، الناس دي تعلقت بيهم كده، الله كده، الله خصص قلوب المصريين لحب أهل البيت. لكن المشكلة بتاعتنا مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنها لم تبق كثيرا، فماتت تقريبا في نفس السنة. قعدت سنة واحدة في مصر. قعدت سنة واحدة، يعني جت في بداية السنة وماتت في نهايتها، يعني 10 شهور كده. وماتت صغيرة، كان عندها حوالي بتاع 21 سنة، 22 سنة. فسموها عروس آل البيت، يعني اللي هم المصريين لهم تعبيرات كده، يقول لك دي اتخطفت. اتخطفت، ماتت عروسة كده، يعني ما اتجوزتش وما خلفتش وما كذا إلى آخره، فده يقول لك اتخطفت. فاتخطفت إيه بقى؟ اتخطفت عروسة. وده برضو يا مولانا فريد من نوعه، انها تقعد سنة واحدة في مصر. أيوة. يعني 12 13 11 شهر، مع ذلك تظل باقية ومكانها معروف وتصبح مسجد وأثر يزار حتى الآن. ما هو في واحد من المؤرخين ذهب إلى هناك فوجد البركة والأنوار والروحانيات وكذا، وبحث فوجد جثمانها، فقال هي موجودة هنا قطعا، لأنه التعلق اللي انت حضرتك بتقول عليه ده والاشتهار وكذا، فاشتهر المكان ده لغاية صلاح الدين، يعني كان قبرا وجنبيه أوضة. فجه صلاح الدين يبني سور اسمه سور صلاح الدين، موجود إلى الآن بعض أجزاؤه قدامه على طول، يعني يعتبر على القاهرة وعلى القطائع وعلى العسكر حتى يحميها من الصليبيين. فلما بنوا السور القبر كان بر مش جوه، صح. فقال طيب احنا عايزين نعمل مدرسة هنا، فعمل مدرسة، فبنيت على المدرسة جامع. لأن المدرسة معناته إيه؟ إن أنا هقعد أروح أذاكر وأتعلم وكده. فكانوا على طول يبنوا جامع، علشان ما هو الصلوات الخمس هتعمل إيه؟ فيخلوا الجامع المدرسة كأنها مسجد، زي مثلا مدرسة السلطان حسن وكل المساجد كانت كده، الأزهر والسلطان حسن وتكية أبو الدهب إلى آخره. فالمهم ده بني من عصر صلاح الدين القرن السادس مثلا أو كذا. لكن السيدة عائشة بقى تميز المكان ده قبل البنيان وبعد البنيان بأمرين، الأمر الأول تيسير الزواج، والأمر الثاني تيسير العمرة والحج. أهي دي فايدة يعني إيه؟ بركات ستنا السيدة عائشة، بركات ستنا السيدة عائشة علينا بشهر جميل ده. الآن في مشروع كبير لتطوير ميدان السيدة عائشة، وفي مؤسسة نشأت تسمى مؤسسة مودة، مؤسسة خيرية لوجه الله كده، لصيانة وتطوير مسجد السيدة عائشة، لأن مسجد السيدة عائشة يحتاج إلى مزيد اهتمام
لانه يعني لما تدخل تقول لا خساره الحاجات اللي اتعملت دي كلها عبر السنين ان هي لا تصان او ان هي كذا. فوزاره الاوقاف مشكوره صدقت على هذا المشروع، وكان يهم فيه جدا المرحوم حسين صبور الله يرحمه. ومؤسسة مودة دي هي مودة آل البيت، يعني هترعى المسجد ده كأول أعمالها لصيانة مسجد السيدة عائشة. ربنا يجزيهم خير. طيب فالدكتور يعني آخر سؤال، وتقريبا وقت الحلقة يعني انتهى، بس ما ينفعش ما أخدش تعليق حضرتك على المقولة المشهورة للسيدة عائشة النبوية، ويعني ونقرأها كده ونشوف حضرتك بتفسرها إزاي لما نقل عنها أنها بتقول وعزتك أو عزتك وجلالك لئن أدخلتني النار لأقودن توحيدي بيدي فأطوف على أهل النار فأقول لهم وحدته فعذبني. يعني عشم في الله وثقة في الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون ثقة في النفس وفي الإيمان حتى. نسميه عندنا في دراسات التصوف أهل الدلال على الله. الله، بتدل على ربنا. يعني لو دخلتني النار هاخد التوحيد بتاعي واروح لأهل النار قالوا ربنا سبحانه وتعالى يضحك من قولتها ويدخلها الجنة. هي عايزة كده، هي عايزة كده، بتقول له يا رب لو دخلتني النار همسك توحيدي وهعمل كذا وكذا، يقول لها الله كده طب ادخلي الجنة. ده أهل الدلال على الله. الله، احفظ الكلمة دي. هناك أناس ومنكم في مسلم ومنكم من يساق إلى الجنة بالسلاسل، لأنه مراد. يعني ربنا يدخله الجنة حتى مع يعني هيتسحب سحب الجنة، مش بمزاجه ولا بعمله يعني. الله، يبقى دي كرم ربنا. الله، فهي بتسأل الله ذلك الكرم. نعم، أن تكون صاحبة دلال على الله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من هو صاحب دلال، منها الحديث الذي ورد أنه قال اللهم، لما لقى الضلة بتاعته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أم ربنا يضحك على أمثال ما يخلق هذا ويدخله الجنة. وهكذا. بارك الله فيكم في الدكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا موصول لحضرتكم، إلى اللقاء. دعاء المطر والدعاء هو العبادة، ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.